زائر وجه يأتي في غبش الصبح أو قاع الليل مثل السيل يقتحم الأبواب ويختار ضحيته دون عناء. وجه نعرفه لكن أحد منا لم يره، يتنكر أحيانا في صورة إطلاقة أو طعنة سكين. وجه مشغول أبدا يخترق الآفاق كعاصفة سوداء. وجه لا ندري في أي زمان ومكان سنلاقيه، وبأي من أوجهه سنراه في صورة إطلاقة أم طعنة سكين.